عجيب يا ده رمز والله. انا مش عارف ادول يعني انت ليه برضو مصمم يعني نقعد في نفس ذات القهوه دي مره تانيه؟ يا ابني لان القهوه دي بتقدم مشروبات يا ابني. دومنا وطاوله وكرشينه يعني. دومنا وطاوله وكرشينه دي مشروبات؟ يا ماشي مشيها مشروبات، واحنا بقى قاعدين بنشرب المشروبات هلاعبك بقى ايه شاي سخن في وشك على طول. اصبر بس اصبر. حته باشا امرني استاذ عادل. يا حته ايه ما شاء الله عندكم النهارده زحمه جامده يعني. بسم الله ما شاء الله يا باشا، ربنا كرمنا الحمد لله. طب ما تشوف لنا ترابيزه ولا كرسي ولا حاجه. ما هو ما فيش يا ريس، ما هو لو في كنت جبت لك. يا حته اتصرف اهو، بص كرسي هناك اهو. لا مؤاخذه بس ده كرسي واحد وانتوا اتنين يعني. ما جراش حاجه، نخمس فيه احنا الاتنين على ما يفضلنا كرسي تاني. ماشي اتفضل يا باشا، صبروا نفسكم بيه بقى لحد ما اظبط لكم ترابيزه. ماشي يا حته تسلم. شكرا يا حته. هتقعد ولا ايه؟ امال ايه يا دول؟ ايه اللي امال ايه؟ لا ما الكرسي ده بتاعي انا معلمه، انا معلمه. لا ايه؟ ولا دول لا 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 انا حبيت الكرسي. بس انا اساسا محتاج اقعد عشان رجلي بتوجعني. طب ما انا دول ظهري واجعني من الوقعه دي. يا سلام انت لسه واقعها دلوقتي. بس طب اقعد جنبك. اقعد تعال اقعد هنا اهو، حته صغيره كده. ايه صغيره قوي دول؟ دي على ناصية يا يالا. مميزه يعني. حته ايوه عايزين دومنا لو سمحت. احلى دومنا الاستاذ عادل. اتفضل يا باشا. طيب حلو قوي، بس هنلعب ازاي؟ مفيش ترابيزه؟ لا انا ما صدقت بقى الدومنه فاضيه. استنى يا باشا لما اجمع لك ترابيزه، انت شايف الشغل كتير والدنيا زحمه. الله يكرمك. ماشي دول احنا ممكن على فكره نلعب من غير ترابيزه. هنلعب على الهوا يعني. احلى طقطوقه الاحلى دومنه الاحلى، اتنين قاعدين على كرسي واحد. صباح الفل يا باشا. صباح الفل 100 100. دول احنا من اولها اهو، انا عايز القواشيت السوداء. السوداء ايه يالا؟ دي دومنه يا اهبل كلها بيضه واحنا بنلعب طاوله يا غبي. يا ماشي يلا بقى نلعب. لا 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 هتقلبهم ده، بص كل البتاع قد ايه. تعالى كده. ايوه اقلب معايا اقلب معايا اقلب معايا بس شيل بقى. ماشي مش اشكال. مش قصدي والله، ما كانش قصدي. مش مشكله ولا هو قصدك يعني. هعمل لك ايه؟ ماشي يا دولا. خد انت ايه دول 10؟ وانا هاخد ايه 4 بس. بس؟ يا دولا يا ابو الكرم يا دولا يا حبيبي دولا. طب ما تاخد واحده دولا. لا دي مش عايزاها. ماشي وريني. نزل دي كويس. نزلها يالا دي. دي كويسه كويسه. نزلها كده. اقوم انا منزل دي كده اهو، اللي هي 6-2. بص نزل دي بقى. نزل انا بفكر العب بدي. لا نزل دي كده. ودي 6 اللي هي 6-6 دي اللي هي بتبقى اغلى حاجه دي. طب ينفع العب دي كده؟ لا ما تلعبش، استنى. انا غلبت يا معلم. ايه ده دولد؟ ايه ده يا سبحان الله، ده انت كانك شايف ورقي بالظبط. يا ابني من غير ما اشوف ورقك يا ابني، دي زكاوه، دي طبعا حاجه مش موجوده عندك يعني. يلا اطلب لنا 2 شاي بقى بسرعه. ليه يا دول؟ ليه انا مال؟ اطلب لنا 2 شاي وقول بقى. فاكر عليك. دول يا عم انا قاعد على الشارع يا عم، افرض دلوقتي توك توك جه خبطني. يا ريت حاجه تخبطك، بس التوك توك ما يأثرش، انت محتاج عربيه نقلب مقطوره. حته 2 شاي بحليب. حته امرنا يا باشا. 2 شاي بحليب بس مفيش كوبايات فاضيه بقى يا استاذ عادل، معلش يعني. تستنوا لما حاجه تفضى ولا اعبي لكم في اكياس؟ اكياس يا عم، واحنا كل ما نطلب حاجه تقول مفيش حاجه فاضيه. معقوله يعني يا حته؟ طب انا هعمل ايه يا استاذ عادل؟ ما انت شايف بقى القهوه زحمه ولا زبونه. اللي مجنني بقى يا استاذ عادل ان المعلم صاحب القهوه برغم الزحمه دي كلها منزل اعلان عشان يأجر القهوه. ايه يأجر القهوه؟ امال احنا هنشرب فين بعد كده شاي وقهوه وكل اللي احنا عايزين؟ هقول لك يا ريس، الميه السخنه دي كلها لها مواظ فلوس. حته بسرعه. حاضر. حته ها 2 شاي بحليب هنا بسرعه. انا ايه؟ حته ها شيشه وحلبه. حاضر. حته حاجه ثانيه؟ كرسيين وترابيزه وطاوله. يا حته حاضر يا حته. ايوه لا كنت بجرب صوتي بس. يا حته بس عادل لم الدومره دي بقى. دلوقتي يا حته انا جازفت واجرت القهوه دي، وبعدين زي ما انت وعدتني يعني هتاخد بالك منها يعني. انا مش عايز اخسر فيها لو سمحت يعني. حته يا باشا سيبها على الله، وحته دايما تحت امرك. طب وانا دولا بقى يعني ماليش مكان في الحته دي؟ انت لازم تيجي تقعد جنبي واثبتك جنبي، ما اقدرش اسيبك هنا في البازار تضرب السياحه لمصر كلها. استاذ عادل القهوه جاهزه وخزنها موجود والزباين هناك. كده ايه كده؟ دي بيعملوا ايه يعني؟ كده يعني كتير. كده كتير؟ امال لو قليل يبقى ازاي؟ قليل. طب لو نص نص؟ انت بتتكلم ليه؟ نص نص بتتكلم ليه؟ ها؟ نو 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 جو. حته
هات ايه؟ دول الزباين دول بتوعي يا حته. اللي هنبتدي رخامه بقى رمزي. لا بتوع انا معلش بعد لا انا انا عارفهم يا عم وكانوا بيقولوا البازار. يا ابني قالوا حته بلا بازار. بقول لك ايه؟ هات هات بقى حته. هات بقى ما ترخمش بقى. وريني لا. الشغل يا اخويا. هتوقعهم يا حمار يا حمار هتوقعهم. عجبك كده رمزي مش تفتح؟ ما هو كل شويه توقع مني تفتح يا رمزي بقى. ولا 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 في ايه؟ في ايه؟ ايه اللي انت كسرته ده؟ خدت على هنا خدت على هنا. اتكلم يا زفت. هات الحمار. خش خش تعالى. يعني انت ما بيكفكش تكسير في البازار جاي يكسر لي هنا في الاول؟ يعني انت غاوي تخرب بيتي وخلاص؟ مش قصدي يا دولا والله مش قصدي. وبعدين دولت الزباين بتوعي وهو اللي كان واقف. لا بتوع انا يا اخويا بتوع انا. لا بتوع انا. انا عارف نزل طلبات على الارض قوي. انا بص بس بس رمزي بس رمزي في ايه يا حته؟ اوعى 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 روح. بص استاذ عادل دلوقتي احنا مش مقسمين الموضوع. الترابيزات اللي هنا بتاعت انا والترابيزات اللي بعد القطوع بتاعته هو. دولا انا بدلتهم يبقى بتوعي ولا مش بتوعي؟ لا بتوع انا بقى معلش. ولا 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 يا حته ترابيزاتي اللي انت عمال تقسم فيها وهنا اهو جوه وهنا اهو بره. فين الترابيزات؟ فين الشغل يا عم؟ ده انت قلت لي الشغل هنا في القهوه نار. فين النار؟ بردت ولا ايه؟ استاذ عادل بعد اذنك يعني كل اللي انا اعرفه ان انزل الكوبايه للزبون قبل ما تبرد. انما يعني سر الصنعه على مؤاخذه يعني مش غلوه ميه دي لها ستيل انا ما اعرفوش. امال مين اللي يعرفه يا فكيك؟ بس يلا يا رمز مالكش دعوه انت. مين اللي يعرفه يا فكيك؟ المعلم زغلول القص. زغلول القص. والمعلم زغلول القص ده بقى ايه؟ نلاقيه على انه شيشه يعني؟ لا يا باشا المعلم زغلول القص ده استشاري القهاوي الشعبيه. وده الكارت بتاعه معايا اهوت. اهو هات لي كارت حته بس. اه اهو اتفضل يا باشا. ده الكارت بتاعه. وده بقى نقابله ولا نشربه؟ في منه كشري يلا حته. شكرا يا مان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيكم يا معلمين؟ اهلا وسهلا. اتفضل يا معلم. اتفضل اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. محسوبك المعلم زغلول القص. معسل يا منور يا معلم. ده المساعد بتاعك. محسوبك المعلم بشاي الكنكه. بشاي وكنكه؟ مش شايف ان في تعارض بين الشاي والقهوه يعني؟ بص بقى يا استاذ عادل، احنا سمعنا ان انت جديد في الكار ده، عشان كده جينا نعرفك بالسيستل بتاعنا. السيستل اللي هو ايه يعني؟ عدم المؤاخذه. خش في الموضوع على طول يا معلم، احنا سابين هوين على النار. اهم حاجه الخدمه والمشاريب. لا بص حضرتك، اتعهد لك ان شاء الله ان الخدمه والمشاريب هتبقى 100 100. لا 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 لا، احنا عايزينها تبقى يعني دون المستوى مش 100 100. عشان تاخد شهاده عدم الجوده. عدم الجوده ازاي يعني؟ عدم المؤاخذه. اول هام الشاي لازم تخلطه بنشاره خشب. بنشاره خشب. ماشي نخلطه بنشاره خشب. وايه كمان؟ تاني هام العناب. ده بقى ليه طريقه في غش ومحترمه. في غش ومحترمه؟ انت مش شايف ان الغش عكس الاحترام يعني ولا ايه؟ لا انت تروح عند العطار تجيب منه لونين، واحد احمر والتاني بني. الاحمر هتحط عليه شويه ميه وسكر يبقى ايه؟ هيبقى الوان بقى نلون وش الزباين وهم داخلين واحنا في العيد يا معلم. لا الاحمر على الميه والسكر يبقى كركريه. طب والبني على الميه والسكر يبقى ايه؟ يبقى تمر هندي. ايوه كده. اهو انت كده بقى تاخد شهاده عدم الجوده. بس اهم حاجه الواد اللي بينزل المشاريب يقول للزبون ان الاحمر كركديه والبني تمر هندي. اه طبعا لازم يقول لهم ان الاحمر هو الكركديه والبني هو التمر هندي، عشان حضرتك الاثنين ما لهمش طعم. ولو لخبطنا ده على ده او ده على ده الاثنين برضو هي هي، بس هو لونهم هو اللي ده. ايه المراجيح اللي انتوا ركبتوها لي ده يا معلمين؟ الخلاصه لما تيجي تنزل المشروب لازم تغشه، يعني تزود عليه ميه ونشاره. بس خلي بالك اهم حاجه في صنعتنا دي هي الامانه. الامانه الامانه يا اولاد ال ايه يا اولاد الامانه.